وبركاته. انطلاقاتنا تتواصل هنا في عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وفي هذا اليوم، يوم السبت 24 من شهر يناير لعام 2015 للميلاد، هذا اليوم هو الخاص بسن الحول والزمول، الفترة الصباحية لأبناء القبائل، والفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ. انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والمتابعة والاهتمام الكبير من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعطى إشارة البدء وينطلق أول أشواط الذلل المحليات الأصايل. نسير مشاهدين ومتابعين الكرام مع انطلاقتنا لأشواطنا الأول، ونذكر بأن لدينا في الفترة الصباحية 13 شوطا خصصت للحول والزمول المحليات والمهجنات الأصايل، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة 2 بعد ظهر هذا اليوم، والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ. نسير مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام مع أيضا شوطنا الأول، ونذهب مباشرة إلى صدارة، إلى مقدمة هذا الشوط. تأتي سراب المطر بن خلفان بن مطر الشامسي، يقدم سراب على الصدارة على المركز الأول على الاندفاع الأول. تأتي هنا مشاهدين الأعزاء على صدارة هذا الشوط مطر بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي، يقدم أيضا ماركة سراب، وسراب هي في الصدارة في المركز الأول. تأتي الطيارة في المركز الثاني لمنصور بن الشيبة بن علي السبوسي، يطلق الطيارة هنا في رحلتها الأولى هنا في أجواء الوثبة، تنتقل من مركز إلى آخر وتأتي إلى المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى أفعال سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني من يقدم أفعال هنا في هذه اللحظات، تنتقل إلى المركز الثالث. تنتقل بحضراتكم مباشرة إلى ريمة خليفة بن حميد بن سهيل المهري، من يتواجد ليقدم ريمة على المركز الرابع. نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس، والوصول من زعفرانة ساري بن بلوش بن براك المزروعي وصل ليقدم أيضا الزعفرانة على المركز الخامس. انتقل مباشرة إلى المركز السادس، وصلت وشل لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، يقدم وشل، هذا الاسم يبغى له مراقبة بالفعل من خلال هذه الانطلاقة، ومن خلال أيضا تسجيل نقطتين في يوم الأمس في سن الثنايا. تأتي هملولة أحمد بن عبد الله بن خميس المرر، يأتي في هذه اللحظات هنا مشاهدينا على المركز السابع. هذه الأسماء وهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. سراب على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تأتي هنا تحمل هذا الشعار وتنطلق أيضا مشاهدينا متابعين الكرام. مطر بن خلفان بن مطر أيضا بن محمد الشامسي يسير على الصدارة على المركز الأول، يقدم أيضا سرابة في هذا الشوط وينطلق على صدارته، يندفع على المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني الطيارة منصور بن الشيبة بن علي السبوسي يتواجد هنا، عاشق المستحيل، يندفع مع المركز الثاني. راشد بن سالم الهاشمي متابعة رائعة أيضا في عملية التضمير والتدريب، يندفع ليقدم أيضا منصور في هذه اللحظات، والطيارة بالفعل بين ما أفعال هنا اسم عملاق وخطر، يأتي في هذه اللحظات يقدم أفعال سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني في العام الماضي، إنجازاته كبيرة في التمهيديات. تأتي هنا مع أيضا الكلباني ليقدم انطلاقة رائعة، والقادم من مدينة العين دار الزين. وصلت وشل، وشل في هذه اللحظات، عبد الله بن محمد بن زايد المنصور يقدم وشل على المركز الرابع، تندفع في هذه اللحظات على رابع المراكز
بينما أنا بدوري أخذ المركز الخامس هنا. الوصول من زعفرانة، ساري بن بلوش من براك المزروعي يقدم زعفرانة ما قدم لنا في يوم الأمس هناك في سن القعدان الثنايا، هو قدم لنا قدم لنا زعفران في يوم الأمس، وغزيلان بالفعل هو من كان أيضا في يوم الأمس استطاع أن يفوز. يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام ليقدم زعفران، كان بالأمس أيضا مع غزيلان وها هو يتواجد في أول أشواط الذلال. المحليات الأصايل بينما شعار المهري وصل عاشقي سلالة سلهود، يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء مع ريمة خليفة بن حميد بن سهيل. المهري يتواجد هنا لينطلق مع هذا الشوط، يندفع على المرتبة الخامسة، يقدم ريمة في المركز الخامس. نقلتنا مباشرة إلى المركز السادس، الوصول إلى سادس المراكز، الوصول إلى سابع المراكز بالفعل. هنا المركز السابع، ريمة تأتي في المركز السادس، وهملولة تأتي في المركز السابع لأحمد بن عبد الله بخميس المرر. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة، وهذه هي الأسماء القوية المشاركة. 8 كيلومترات هي مسافتنا مشاهدينا ومتابعين الكرام. نسير إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، ننطلق إلى صدارة هذا الشوط، ولكن الصدارة وين؟ المركز الأول، الصدارة أيضا مع شعار الشامسي. من يأتي هنا مشاهدينا متابعين الكرام يندفع بهذه الصدارة، ينطلق مع المركز الأول، يقدم سرابة مطر بخلفان بن مطر الشامسي. هذا شعار بن كنة على ما أعتقد أيضا بالفعل هو الشعار، يأتي على صدارة على المركز الأول، يندفع على صدارة هذا الشوط. 4 كيلومترات انتهت، لتتبقى 4 كيلومترات أخيرة أيضا تحمل القوة والإثارة، تحمل الأداء الجميل النجومية الرائعة مع سن الكبار. أعود إلى وشل على المركز الثاني، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم وشل على ثاني المراكز. والمركز الثالث، أفعال وصلت، أفعال انطلقت هنا لسعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني، يصل في هذه اللحظات بينما الاسم القادم والمنطلق الزعفرانة ساري بن بلوش من براك المزروعي وصل في هذه اللحظات. والوصول ايضا هناك من اللي هي الطيارة منصور بن الشيبة بن علي السبوسي، ياتي على المركز الخامس، ينطلق على المركز الخامس. نقلتنا مباشرة الى المركز السادس، الوصول من ريمة خليفة بن حميد بن سهيل. المهري وصل في هذه اللحظات، بينما هناك ايضا هملولة احمد بن عبد الله بن خميس المرر يصل في هذه اللحظات على المركز السابع. العودة إلى الصدارة، لا تغيير على المراكز، لا تغيير، الانطلاقة مع سرابة من البداية هي من تسير أيضا على المركز الأول، من تندفع على المركز الأول، سرابة من يقودها هناك مع المقدمة والصدارة. مطر بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي يسير على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على هذا، على هذا الأداء الرائع والجميل. بدأنا مع جسر العبور هنا، أول العابرات هنا مع 3 كيلومترات، سرابة اللي على الصدارة على المركز الأول. مطر بخلفان بن مطر بن محمد الشامسي يقدم سرابة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول على الانطلاق الأول. ما شاء الله تبارك الله، أداء رائع، نجومية كبيرة مع هذا الشعار. بينما المركز الثاني، أفعال لسعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وصل في المركز الثاني، ايضا اخذ بساط المركز الثاني، ولكن هنا وشل القادمه، وشل عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم وشل، وطياره السبوسي وصلت، طياره لمنصور بن الشيبه بن علي السبوسي يقدم الطياره لتاتي على المركز الرابع. زعفران لساري بن بلوش بن براك المزروعي ايضا تاتي على المركز الخامس. ريمه تتقدم من مركز الى اخر وتنضم الى المجموعه الاماميه، خليفه بن حميد بن سهيل. المهري وصل في هذه اللحظات، هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الكادر الأول مع حاملة الرقم 5 اللي هي سرابة،
ما زالت على المركز الاول. مطر بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي يقدم هذا الاسم، ينطلق مع صدارته هذا الشوط على الصداره على المركز الاول، على ايضا الانطلاق الاول، على الاندفاع الاول. تسير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بهذا الاداء الجميل، بهذا الانطلاق الرائع والجميل على الصداره على المقدمه على المركز الاول ما شاء الله. هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الاندفاع هنا أيضا مع هذا الشعار، هنا مع هذا الانطلاق. نعود إلى الصدارة وإلى سرابة على الصدارة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع الكبير مع سرابة. مطر بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي من يسير على هذا الانطلاق الرائع، من يندفع مع الصدارة. سرابة هنا المنعطف الأخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نسير مع هذا الانطلاق الرائع والجميل. أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول، تأتي هنا سرابة لمطر بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي يسير على الصدارة على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله، أداء رائع أيضا نجومية كبيرة، ولكن أفعال سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وصلت أيضا هناك وشل، وشل عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري والوصول هناك من الطيارة منصور بن شيبة السبوسي، ولكن يلا يا أبو حميد وصلنا الكيلومتر الأخير. هنا نسير مع عبد الله بن النخار الغيلاني يقدم هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. سرابة على الصدارة، سرابة على المركز الأول، مطر بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي يأتي بهذه الانطلاقة، الشعار العيناوي القادم بكل ما هو جديد، دائما انطلاقات قوية وأداء رائع وجميل ما شاء الله. سرابة على الصدارة، سرابة على المركز الأول، مطر بن خلفان بن مطر الشامسي يأتي، ولكن سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وشل وصلت، وشل وصلت، عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يا سلام، الله الله الله، افعال 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 على صداره، افعال اللي غيرت المركز الاول وصداره هذا الشوط، انتقلت الى مقدمه الشوط، الامتار المجنونه ال 500 متر الاخيره، هنا افعال على صداره هذا الشوط، على المقدمه، على المركز الاول، الله الله يا افعال، وشل القادم وشل وشل، هنا عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري ياتي مع وشل، وهناك افعال افعال ووشل، خط النهايه خط النهايه بدا يقترب، ال 200 متر الاخيره، افعال تفعل ما تريد، ولكن هناك وشل، وشل المركز الثاني، افعال ووشل على الصداره، افعال افعال في المركز الاول، افعال في صداره هذا الشوط، السعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني ايضا ياتي على المرتبه الاولى، يندفع على الصداره، سلام يا العين سلام، تهانينا والناموس لسعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني على المركز الاول، المركز الثاني وصلت وشل، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري المركز الثالث، وصلت سرابة، مطر بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي المركز الرابع، وصلت الطيارة منصور بن الشيبة بن علي السبوسي، والمركز الخامس المركز الخامس الوصول من ريمة خليفة بن حميد بن سهيل المهري، هذه هي النتيجة وهذه هي الأسماء أيضا المتقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شاهدنا الانطلاق الرائع، شاهدنا الأداء الجميل، هنا حظات أيضا الإعادة بالتوقيت الزمني دايركتر حيث هنا أفعال قطعت مسافة 8 كيلومترات في سن الحول المحليات الأصائل 13 دقيقة 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وشل 13 دقيقة 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث كانت سرابة
13 دقيقة 11 ثانية جزءا واحدا من الثانية. مطر بن خلفان بن مطر بن محمد بن كنا شامسي من وصلت في المركز الثالث. تهانينا والناموس لكل الفائزين بهذا الفوز والانتصار. إذا مشاهدينا